إذا بدك إشي لازم تحارب عشانه. بلشت قصتي في أول يوم تعينت عنا فيه بالشركة. صراحة وصدقا لفتت انتباهي، ما قدرت أشيل نظري عنها. ومن يومها تولد عندي شعور بحب تملكها، وعملت كل إشي بقدر عليه، حاولت ألفت نظرها، وكانت تتواجهها بالتجاهل. استمرت الأيام على هذا الحال. كنت دايما أسمع قصص ما عمري يعني خشت مخي أو تقبلتها. ظليتني أسمع لحديت يوم من الأيام صرت فيه واحدة من هالقصص. أحد أصدقائي عرفني عليه، عرفت من عنوانه كل شي، طلعت له هناك، شرحت له قصتي. يا هلا يا لين. الإيحاء الأول أعطاني إياه إنه كان بعرف كل شيء. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا ابني اللي نقدر عليه نسويه. يعني أول ما حكيت له إنه في حياتي بنت، إنه هذا الشيء ما بدي إني بدي إياها. ما كنت بدي إياها بأي يعني إنه إشي مش ما برضي ربنا، لا. لا إله إلا الله. الشيء اللي صدمني المبلغ اللي طلبه. هات ايدك جاه، افتح علينا نفتح عليك. افتح علينا مال. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاجأني وقتها انه قاعد بسرد لي معلومات هو كأنه بعرفها، او انه كان معي في نفس القصة. انفخ فيهم ثلاث نفخات، انفخ. بسم الله بسم الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. ارمي على النار. يعني لحظة الصدمة الأولى يوم ما وصف لي ملامحها وأحلى شغلات فيها. أسنان مثل حب الغمام، والعيون نونين معرقين نايمات من دون إمدام. زراق عيونها زراق سمع، والشعر أشقر خيل. روح يا ولدي بسم الله عليك، خير خير يدب في عظمك، خير يا رب. روح. واستمرت زياراتي لإله، وكل زيارة يأخذ فيها مبلغ وقدره، ومبلغ ورا مبلغ ورا مبلغ. يعني لحديت وصلت فيها مرحلة إني قاعد بس بشتغل لإله، بداوم وبروح وباجي لحتى إنه آخر الشهر إنه يكون معي فلوس حتى أعطيها. حتى مدخراتي والأشياء اللي كنت موفرها برضو نفس الشي راحت لإله. بس إنه كل المحاولات ما فادت للأسف على الفاضي وبدون فايدة. ونصيحة، لا تكون من العوام عشان ما يصطادوك الهوام.